تعود الان من تراتي خاطئه عادت مره اخرى. المحاوله الان من جهه اليسرى الى يلديز، لعيب لعيب، يا سلام يا سلام يا عيني يا حبيبي يا حبيبي على التركي، يسجل ويضع البصمه الاولى، يحتفل الان هذا التركي اللي يدخل بديل لكنه يقدم اداء كبير. اليوم يبدا كاساسي يعتمد عليه، ويؤكد المدرب ماسيميليانو أليغري بامكانك دائما الاعتماد عليه كاساسي. الفتى الصغير يسجل هدف جميل في شباك نادي فروزانوني، واحد نشيم. شوف تراتي، اول اهداف اللاعب يلديز، اول اهداف اللاعب يلديز، لكنه يترك بصمه للتاريخ، يترك بصمه ستبقى خالده. شوف التركي، شوف جراته، شوف شجاعته، شوف مهارته، شوف قوه شخصيته. هدف مقابل لا شيء. اليوفي يسجل اولا، يتقدم اولا، يصنع الفرحه اولا في شباك. تسجيل هدف تعادل عن اعاده الامور، الكره تعود الان والتعادل. عادوا عادوا مره اخرى فرقه الكناري تسجل الان هدف التعادل عن طريق اللاعب بايز. من دخل بديل يسجل في شباك اليوفي، يسعد هذا المدرج اللي يقدم كرة قدم جميلة. هدف للتاريخ لفريق يقدم أداء تاريخي في هذا الموسم يا دي فرانشيسكو. هذا المشجع الكبير اللي حضر في هذه الأمسية لكي يستمتع بأداء فرقة الكناري. أنا فروزينوني يتجرأ في شوط المباراة الثاني، من تجرأ على البطل يتجرأ على الكبير في هذه الأمسية. واحد واحد، شوف التمريرة من بايز اللي وضعها في الشباك، دخل بديل يا مونتريزي لكي يدخل الكرة في شباك اليوفي. هدف التعادل يعود هذا الفريق اللي يقدم أداء رائع أمام السيد العجوز. الفريق الشاب يظهر ويظهر لنا أداء جميل في شوط المباراة الثاني. المباراة الثاني ويام ويام يلعب كرة إلى مواطنة، الكرة منقولة عرضية عالية، محاولة بالراس، يا عيني يا سلام. سجل الثاني دوشان، دوشان يسجل الآن، يعود مرة أخرى دوشان يحتفل، ودوشان من دخل بديل ليسعد جماهير اليوفي. أهلا بك يا سينيورا، عادت مرة أخرى لتبتسم، عادت السعادة للسيد العجوز. اليوفي لا يخسر أمام فروزينوني، اليوفي لا يخسر أمام فروزينوني، وفروزينوني اللي تحسن، لكن اليوفي يعرف من أين توكل الكتف. دوشان فلاوفيتش يسجل هدفه الأول في هذه الأمسية، وهدف ثاني في شباك فروزينوني. السيد العجوز لبيانكونيري يتقدمون الآن، رأسية رائعة بعد عرضية من اللاعب الأمريكي، نقلها إلى الصربي.